السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة جرام جداد. اليوم جيتكم فيديو يهمكم بزاف انتم البنات كامل، يعني صغار كبار مزوجين مخطوبين مازال ما تخطبتوش. هذا الموضوع كي نفهموه نتفادوا بزاف بزاف مشاكل، واللي هو الاختلاف بين الرجل والمرأة في التفكير في العقلية اكسيتيرا. هذا الموضوع متشعب فيه بزاف الهضرة، ما حش نكمل نهضر عليه كامل في هذا الموضوع في هذه الحلقة، مي ان شاء الله راح يكونوا حلقات جايين. دونك ما تنساوش قبل ما نبداو تحطوا لي لايك باش تشجعوني. طيب، والمرأة تهدر بالمعاني، المرأة تهدر 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 وتتوقع من الراجل انه راح يفهم واش راهي تمعني. اما الراجل الى حب حاجة فيتكلم مباشرة، يعني الى قال لك مثلا حوايجك ما همش شابين صافي با تجي انتي ماشي شابة، انتي ما تسواش، انتي ما تعرفيش تنسقي الالوان اكسيتيرا، مي صافي تجي برك باللي قال لك ما كيش شابة، يعني هذا ما كان. اما المرأة مثلا باش تقول للراجل ما كيش شابة تقول له بالك على بالك هذاك لا كولور يتبان شغل شوية حايلة، تريكو جديد هذا، يعني مثلا يعني هذا كمثال فقط. مي الهضره يعني كامل هكايا. فلما يقول لك زوجك مثلا حاجه مباشره وجاتك قاسيه على قلبك، عارفه بلي قالها برك سبب بادي عندها معاني، لانه حنا النساء اللي عندنا المعاني، الرجال ما عندهمش المعاني. في موضوع ثاني يختلف بين الرجل والمراه، هذا كنت قريته قبل ما نتزوج وفادني بزاف كي تلاقيت به بعد الزواج، واللي هو انه المراه كي تكون تهدر كي تكون تشكي من اي حاجه لراجلها راهي تشكي فقط باش تفرغ، ماشي باش يعطيها انسان حلول، تشكي باش تفرغ وباش يقولها الواحد شتي وكي وكدا ومسكينه وربي يكون معاك. هذا الشيء ينحي المراه، ينحي لها على خاطرها، خلاص تكون نسات همومها والسلام. اما الراجل كي يشكي يشكي باش يصيب حلول، يشكي لك انت باش تعطي له حل، ماشي باش تواسيه ولا تقول له زعما كاوي غيظ او في موقف يعني محرج، ولا باش انت تبدي توقفي معاه وتواسيه. الراجل يكره هذا الشيء، يحس روحو صغير، يحس روحو نقصتي من قيمته، يستغرب دونك ما يفهمهاش كاع بلي راكي تواسي فيه كما هو كان يواسيك كي كنتي يعني زعفانه ولا دونك. كي نفهموا هذا الشيء، كي نفهموا باللي انت تجي تشكي لراجلك على جال حاجه، هو نعطيك مثال بسيط، تقول له والله اليوم تلمو خدمت تلمو كونسونطريت راسي يوجع غراف، انت غير باش تنقصي تنحي على خاطرك هكا باش تنساي هم الراس اللي يوجع، يقول لك شو بيحبك هادشي. هذا ما كان. والراجل كي يكون محتاج مثلا يقول لك اليوم والله الطوموبيل هبلتني فسد لي كدا وكدا وكدا ولازم نديها الميكانيسيان وش ندير، مش تقول اه صح والله غاشت كيف مسكين الله ربي يكون معاك ومعليش ودي الدنيا على بالك ان النهار تفسد الطوموبيل نهار واحد يمرض هذو ما مصاريف. لا لا ما يحبش تقولي له هكا، راجل يحب حلول، اعطي له حل، شكالك على حاجه يحب حل، ما يحبش تواسيه وتبيني له واش هو يعرف. حنا العكس، حنا نعرفوا ديك الحاجه، نعرف بلي راسي كيكون يوجع لازم نشرب بكاشي بصح يعني نشكي باش نفرغ قلبي، حنا نحبوا نهضروا، هما لا ماشي كيما حنا كامل. دونك هذه كي تلاقيت بها بعد الزواج، تلاقيت بهذه الظروف، انا بديتكم مثال بسيط بزاف بالطوموبيل والراس، يعني مثال حي بسيط، مي من مرات تتلاقى بحاجات اكبر بزاف يخلوك بدي تزعفي لو كان تتلقاي معامله مثل هذيك. بصح كي تفهميها، كي تفهمي بلي الراجل كيفاش يحب المواساه والمراه كيفاش تحب المواساه، اذا فهمها الراجل واذا فهمتها المراه تتفادوا بيناتكم بزاف مشاكل. سي بوغ سا نقولكم اقراو وبعتوا لخطيبكم يقرا، يعني بعتي له دي زارتيكل يقراهم في الفايبر ولا اي موضوع داخل ثاني قريتو وفادني بزاف. مي فريمون فادني بزاف. المراه الله يبارك عليها لا ميموار تاعها تشفى، ما نحكيلكش على شحال تشفى الله يبارك على المراه تشفى بزاف. كي تدخل المارشي تشفى على كاع السومات اللي سقساتهم وتخير شكون رخيصه اكسيتيرا. راجل ماشي كامل هكا، راجل ما يتبهش. وهذا الشيء انا لقيته في حياتي اليوميه، انا كنت نشفى على كل الذكريات تاع بكري، على مثلا الحاجات اللي صراو لنا بكري كيف نقولوا زعما تشفى على نسيت على كيف تصرات حاجه كيما هذه. هنا لو كان ما تفهميش بطبيعه الرجل انه ما يتولهش لهاد الذكريات والتفاصيل الصغيره هكا، ما ينتبهش ليها، هنا تعرفي بلي مسكين هو الله غالب، هو خطوة ربي ما ينتبهش، ما يشفاش، يعني ماشي ما ينتبهش يعني ما يشفاش. اما المراه فتلمو كل شيء يمشي بقلبها ماشي بعقلها، تقريبا كل شيء يمشي بقلبها فتشفى على الحاجات الحلوين اللي جازوا.
دونك الا سقسات راجلها وقالت له كيفاه ما شفيتش وكذا ضيق لها تقدر تلحق وين تزعف كيفاش نسيت مثلا لو جوغ اللي عقدنا فيه مثلا هكا يعني واش تسقسي على دات ما يجاوبك شغل من على بالي نسيت مي انت مازالك شافيه باسكو انت عندك هذيك حاجه امبورطونت هو حتى اللي عنده حاجه امبورطون بس ماشي اللي عندها امبورطونس تاع اللي عندها المراه لانه المراه بزاف تحكم بقلبها بزاف تربط كلش بقلبها بالذكريات الجميله اكسيتيرا سي بوغ سا راجل ما يشفاش راجل يخدم بزاف بعقله ويدوز عليه محاين كبار في حياته اكسيتيرا صافي باتي المراه ما يجوز عليها مي اني يعني نبسط لكم باش تفهموا الفرق بين الراجل والمراه كيفاش يفكروا يعني في كوتي تاع الذكريات وكوتي تاع يعني هاد اللمسات الشابين اللي صراو لنا حنا نشفع عليهم هما ما يشفعوش علينا سافي با ما يشفعوش عليهم سافي با دير كو هما ما يقدروش الحاجات اللي جازوا بيناتنا ولا ايتترا مي سافي دير كو هما ينساو هذا ما كان هذه لازم تفهميها باش تفادي المشاكل المراه تحب الراجل اللي يسمع لها المراه تحب اي انسان يسمع لها كي تكون تشكي كي تكون تهدر على كاش بروجي كي تكون تحكي على كاش قصه كي تكون اي تهدر وخلاص تحب واحد يسمع لها يتفهمها يتجاوب معاها يلو كان بتعابير الوجه وخلاص اما الراجل الحاجه اللي يحبها انه المراه تقبله كيما راه ما يحبش الراجل ما يحبش المراه تبدلو يحس بعدم طمانينه يحس بالخوف دونك انت تقبليه كيما راهو تحب كي تعطي رايها تحب تدي راي راجلها تحب يعني تشاوره تحب يعاونها في الاراء مثلا في المشاريع اكسيتيرا واش تبدل هي من ارائها واش راهي غلطه واش ماهيش غلطه اكسيتيرا الراجل نلقاوه بزاف يحب المراه تقبلو كيما راه يعني مثلا عنده طبع ولا حب يحكي لك على حاجه ولا يقول لك فوالا انا عقليتي كيش دايره فوالا انا كيش نخمم في هذا الموضوع هنا الراجل يحب المراه تقبلو مباشره ما يحبش المراه تموديفي فيه وتقول له نو ماشي هكاك سي بيان لو كان دير هكا هذوك ممكن انك تقدري ديريهم مع الوقت مع الوقت مي في بدايه العلاقه الراجل ما يحبش المراه تغيره يحب المراه اللي تقبله تحبه كيما راه تقول له انا نحبك كيما راك المراه تحب الراجل لما يرعاها لما يطمئنها لما يوقف معاها اكسيتيرا والراجل يحب لما المراه دير كونفيونس فيه افيغل كونفيونس في كلش دير فيه ثقه بانه ما راحش يخونها ما راحش يشوف في واحد اخرين دير فيه ثقه انه هو اللي راح يعيشها حياه سعيده هو اللي راح يربي لها يعاونها في تربيه الاولاد تربيه صالحه هو اللي راح يعني تحط فيه ثقه وتبين له هذا الثقه لانه يعجبه بزاف الحال ويفرح فيها تلقاو بزاف بلي المراه تحب التفاصيل الصغيره تحب نعطيكم ابسط مثال ان لما نحط ديكور نحط هذه مع هذه مع هذه مع هذه نقول له واش رايك يقول لي نورمال كيما كانت يعني ماشي كامل الرجال هكا بمعظمهم ما ينتبهوش للتفاصيل الصغار هكا مثلا اللي تنتبههم المراه تنتبه بزاف للتفاصيل الدقيقه اما الراجل ف ستريكت يعني يروح ديريكت انجو نحضروا على الحب عند المراه حاجه واحده اخرى عند الراجل ما يتشابهوش ما ماشي كيف كيف يعني ماشي ما يتشابهوش ماشي كيف كيف وهذا الموضوع عميق بزاف مي نعطيكم مثال فقط المراه كيفاش تشوف الراجل يحبها لازم يقعد معها بزاف لازم يخرجها بزاف لازم يعطيها هدايا بزاف لازم يعبر لها بزاف اما الراجل كيفاش يشوف الحب في المراه انه المراه هذيك راهي دايره فيه ثقه المراه هذيك راهي مهتمه به المراه هذيك راهي تطيعه وما تخالفش امره يعني العقليه والتفكير في الحب يختلف بزاف دونك انت لا شفتي راجلك ما عبرلكش بزاف بسبب بادير ما يحبكش الا شفتيه ما خرجكش بزاف بسبب بادير ما يحبكش الا شفتيه ما قعدش معك بزاف وقعد مع اصحابه وقعد مع عائلته وقعد معك شويه وقعد مع ولادو شويه قعد مع روحه شويه وقعد لاتي بخدمته شويه هنا ما تقوليش لي لازم كامل هادو سيبريميهم يقعد غير معايا انا باسكو يحبني انا يحبني بزاف لا ماشي هذا هو الحب هو عند الراجل هو يمشي بعقله يقسم كامل حياته مازالها هي اما المراه اللي حبت راجل تنسى كامل الناس اللي معاها جينيرالمون تنسى كاع فاميلتها تنسى صحاباتها تنسى كلش وتلتا غير بالراجل لانها تحبه بزاف فتشارك معاه كلش وتقعد معاه وين جات ويعني لاصقه فيه تحب تشارك معاه حياتها كاع زاد الراجل لا الراجل عنده حريه يحب لا ليبرتي يحب يقعد مع اصحابه بزاف يحب صافي بادير هذا الشيء اللي ما يحبكش لازم تفهمي انه الراجل حبه لك ماشي كيما حبك ليه يختلف
ربي خلقنا هكا، عندنا اختلافات، وهذه الاختلافات هما اللي يخلونا نكملوا حياتنا، يخلونا يعني نكونوا في 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 علاقه، في علاقه زوجيه مستمره. دونك الواحد لازم يفهم الطرف الثاني باش يقدر يعيش معاه حياه بدون مشاكل، ماشي بدون مشاكل مي يتفادى بزاف مشاكل. فوالا لو فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم وافادتكم. تهلاو في روحكم، تلقى مره جايه ان شاء الله. سلام.